إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، هذا المجلس الذي سيعقد ليلة الثلاثين من شعبان هو بعنوان أولئك شرار الخلق، وهذا العنوان أيها الأحبة مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبينه. فنحمد الله عز وجل ونشكره الذي تفضل علينا بمثل هذه المجالس التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل في من عنده، يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحبة، بعد شكر الله عز وجل نشكر رئاسة الحرمين الشريفين على ما تبذله وما تقدمه من هذه البرامج العلمية التي يقصد منها تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة المسلمين وإرشادهم وتوجيههم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم جميعا من معالي رئيسهم وبقية إخوانه وزملائه في هذه الرئاسة الموقرة. أيها الأحبة، هذه المحاضرة بعنوان أولئك شرار الخلق عند الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة أتت كنيسة في الحبشة، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. هذا الحديث الشريف أيها الأحبة يبين فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه خطر الشرك وعظيم شؤمه، ويحذرنا من الوقوع فيه كما سيأتي بيانه. الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أرسلوا بالتوحيد، بإفراد الله عز وجل بالعبادة، بالتوحيد إلى توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة، دينهم واحد، دينهم دين الإسلام، ودعوتهم دعوة واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل. أيها الأحبة، هذا الحديث الشريف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يؤخذ منه أسباب الوقوع في الشرك، أو بين لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسباب الوقوع في الشرك. وأسباب الوقوع في الشرك أيها الأحبة أهمها وأعظمها ثلاثة أسباب اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. السبب الأول تعظيم القبور والغلو فيها، الغلو المخالف والتعظيم المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب الأول من أسباب الوقوع في الشرك تعظيم القبور. السبب الثاني التصوير. السبب الثالث الغلو في الصالحين. هذه أيها الأحبة هي أهم أسباب الوقوع في الشرك اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فالسبب الأول مما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من أسباب الوقوع في الشرك هو تعظيم القبور والغلو فيها. القبور أيها الأحبة لها حق علينا، حقها علينا أن نزورها الزيارة الشرعية. الزيارة أيها الأحبة زيارتان: زيارة شرعية وزيارة شركية. الزيارة الشرعية للقبور هي الزيارة التي جاءت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إذا زار المسلم إخوانه الموتى فإنه أولا يسلم عليهم سلاما عاما: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. فيسلم هذا السلام العام عندما يدخل المقبرة، ثم بعد ذلك إذا كان له قريب أو عزيز من صديق ونحو ذلك يريد زيارته فإنه يذهب إليه ويجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى وجه الميت ويسلم على الميت: السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا فلان. ثم بعد ذلك ينحرف إلى جهة القبلة ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه،
اللهم تب عليه، اللهم تجاوز عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذه أيها الأحبة الزيارة الشرعية، يزور المسلم المقابر إخوانه المسلمين لكي ينفع الأموات بالدعاء لهم، ولكي ينتفع هو بأن يتذكر أنه عن قريب سيكون كصاحب هذا القبر، سيكون جثة هامدة، سيكون مرتهنا في قبره. هذه أيها الأحبة هي الزيارة الشرعية التي جاءت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأما الزيارة الشركية التي هي سبب من أسباب الوقوع في الشرك، الزيارة البدعية التي سبب من أسباب الوقوع في الشرك وقد تكون شركا، فهي التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذهب إلى القبور لكي يصرف لها نوعا من أنواع العبادة، يستغيث بصاحب القبر، يسأل صاحب القبر الغوث وهو إزالة الشدة، يسأله المدد، يسأله تفريج الكربة، تنفيس العسرة، يسأله الرزق، الشفاء، الولد، الحمل. يذهب إلى صاحب القبر هذا الجثة الهامدة ويستغيث بها ويدعوها من دون الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صاحب هذه، صاحب القبر وصاحب المقام والضريح أيها الأحبة لا يملك أسباب المباشرة، فإذا جاءه المسلم وسأله المدد، سأله الغوث، سأله الإعانة، يعتقد أنه يملك فعل الشيء دون مباشرة السبب، يملك أن ينفع، يملك أن يضر دون أن يباشر السبب. والذي يملك الضر والنفع دون مباشرة الأسباب هو الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي إذا قال للشيء كن فيكون. أما هذا الميت فإنه لا يملك مباشرة الأسباب، فكيف يكون بيده شيء من النفع ومن الضر؟ فدعاؤه والاستغاثة به وسؤاله ونحو ذلك، كل ذلك أيها الأحبة من الجهل، وكل ذلك أيها الأحبة من الشرك، لأنك سويت الخالق، سويت المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. ضابط الشرك الأكبر كما سيأتينا أيها الأحبة هو تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. فالذهاب إلى الأضرحة والمقامات والقبور وسؤالها والاستغاثة بها كما أسلفنا أيها الأحبة هذا شرك، لأنك سويت المخلوق بالخالق وجعلت المخلوق يملك النفع والضر دون مباشرة الأسباب كالخالق، فوقعت في الشرك الأكبر. ومن صور الزيارة الشركية أيها الأحبة الذبح للقبور. بعض الناس
يذهب إلى الأضرحة والمقامات وقبور الأولياء ويذبح لها، وهذا كله أيها الأحبة من الشرك. الذبح للمخلوق على وجه التعظيم والتقرب هذا شرك أكبر. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله، ذبح للقبر، للضريح، للمقام، هذا مطرود عن رحمة الله عز وجل. ومن صور الغلو في القبور والزيارة البدعية أن بعض الناس يذهب إلى القبر يتحرى العبادة عندها، يقصد العبادة عندها، يعتقد فضل العبادة في هذا المكان. هو ذهب إلى الضريح وإلى صاحب القبر، لم يسأله، لم يستغذ به، لم يذبح له، ولكن دعا الله عز وجل عند صاحب القبر، يعتقد فضيلة هذا المكان، أو أن هذا المكان مكان تستجاب فيه الدعاء، يستجاب فيه الدعاء. هذا كله أيها الأحبة من البدع، ومما هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك. فعل العبادة في المقابر ونحو ذلك إن كان صلاة فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعنا في حديث عائشة: بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. فلا تجوز الصلاة في المقابر وأمام القبور. إن كانت العبادة غير صلاة، كما لو قرأ أو تصدق أو دعا الله عز وجل، فإن كان يتقصد ذلك، يتقصد فعل العبادة عند هذه القبور، يعتقد فضل ذلك، أو أنه مكان يستجاب فيه الدعاء، فهذا أيها الأحبة كله من البدع الذي يكون سبباً للشرك، وإن فعل ذلك دون قصد، وإنما دخل المقبرة وقرأ القرآن دون أن يتقصد أو يعتقد فضيلة ذلك، يعني يتحرى فعل العبادة في هذا المكان، وإنما قرأ أو ذكر كما يقرأ أو يذكر أو يتصدق خارج المقبرة، فإن هذا أيها الأحبة هذا جائز ولا بأس به. أيها الأحبة، ومن صور الغلو في القبور الذي هو من بوابات الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنوا عليه مسجدا. بناء المساجد على القبور، فهذه المساجد من مساجد الضرار، ولا تصح الصلاة فيها ويجب هدمها، فلا يجوز بناء المسجد على القبر، بل لا يجوز بناء الأضرحة ووضع الستور على القبور. كل ذلك أيها الأحبة من أسباب الشرك والوقوع فيه. وفي حديث علي المخرج في صحيح مسلم أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ألا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالقبر إذا كان مشرفا بمعنى أن يكون متميزا عن بقية القبور بارتفاع أو بتجصيص أو تلوين ونحو ذلك، فإن هذا يجب أن يطمس، لأنه سبب من أسباب الوقوع في الشرك. كما أسلفنا لكم أيها الأحبة أن أسباب الوقوع في الشرك من أعظمها هو الغلو في القبور، تعظيم القبور، التعظيم الخارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب ألا يكون القبر مشرفا، لا يكون مرتفعا. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن القبر يرد فيه التراب الذي أخذ منه، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع بقدر شبر، هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه قبور المسلمين. ويجب على المسلم أن يكون عدلا بالنسبة للقبور، فلا يجوز له أن يرفعها أو أن يجعلها مشرفة أو أن يبني عليها أو أن يجعل عليها ستورا ونحو ذلك، فهذا كله من الغلو المذموم. كذلك أيضا كما أنه يجب أن يكون عدلا فلا يغلو فيها، كذلك أيضا لا يجوز له أن يجهو في القبور، وذلك بأن يطأ عليها، يطأ على القبر أو أن يمشي على القبر، بل القبر له حرمته. وفي حديث عائشة المخرج في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا أيها الأحبة. هذا أيها الأحبة هو السبب الأول من أسباب الوقوع في الشرك مما دل له هذا الحديث الشريف. السبب الثاني أيها الأحبة من أسباب الغلو في الشرك هو الغلو في الصالحين، بمعنى أن نرفع الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، وأنزلهم إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالغلو في الصالحين هذا سبب من أسباب الشرك، سبب من أسباب عبادة هؤلاء الصالحين. كما أن الغلو في القبور كما أسلفنا سبب من أسباب عبادة القبور وصرف نوع من أنواع العبادة لهؤلاء المقبورين. فأقول أيها الأحبة السبب الثاني من أسباب الغلو من أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين. هؤلاء الذين بنوا، إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هؤلاء الذين بنوا المسجد على قبر هذا العبد الصالح غلوا في هذا العبد الصالح، فجرهم ذلك
هذا الغلو جرهم إلى أن يبنوا عليه مسجده، فكان ذلك سببا لوقوعهم في الشرك بالله عز وجل. الصالحون الأولياء لهم حق علينا، فحقهم علينا ألا نجهو فيهم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. حقهم علينا، حق الصالحين علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن ندعو الله عز وجل لهم بالمغفرة وأن نستفيد من توجيهاتهم وإرشاداتهم وتعليمهم الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصالحون هذا هو حقهم علينا، من الأنبياء، من الصحابة، من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حقهم علينا أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم التي أنزلهم الله إياها وأنزلهم إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن ندعو لهم، أن نستفيد من تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم. هذا هو العدل والواجب بالنسبة لهؤلاء الصالحين. فلا جفا، لا نجفو هؤلاء بألا نعرف لهم مكانتهم، بألا نستفيد من تعليمهم وتوجيههم، بألا نضعهم منازلهم، لا نجفو في ذلك في هؤلاء. كذلك أيضا لا نغلو في هؤلاء، بمعنى أن نرفعهم فوق منزلتهم، فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها وأنزلهم إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر المخرج في البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء، إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبالغة في مديحه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تبالغوا في المديح كما فعلت النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فنعتقد أنه عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله عز وجل، ليس له شيء من خصائص الإلهية، كما أننا أيضا نعتقد أنه رسول مرسل من الله عز وجل، يجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين وإمام الصالحين، ومع ذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ينقل محبته من المحبة الشرعية إلى المحبة الشركية. إذا غلوت في الصالح، الصالح العبد الصالح نحبه ونقدره
ونجله، لكن إذا غلونا فيه فإن هذا الغلو ينقل محبته من كونها محبة شرعية إلى كونها محبة شركية. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فدل ذلك على أن الغلو فيه وإطراءه ينقله من مرتبة العبودية التي جعله الله عز وجل فيها، وهذا هو الشرك أيها الأحبة. فأقول أيها الأحبة، الغلو في الصالحين هذا سبب من أسباب الشرك، سبب من أسباب عبادتهم. فتجد أن بعض الناس يغلو في بعض الصالحين، في بعض الأولياء، فمثلا تجد أنه يتبرك بهم، يعني من صور الغلو فيهم يتبرك بهم بركات ذاتية، يتمسح بشعره، يتمسح بعرقه، يتبرك بملابسه. هذا أيها الأحبة كل هذا من الشرك، وإن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر. الذي يتبرك به بركة ذاتية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم توفي الآن. الصالحون والعلماء نتبرك بهم بركة معنوية. ما معنى البركة المعنوية؟ البركة المعنوية نستفيد من تعليمهم، نستفيد من إرشادهم، نستفيد من توجيههم، أما أن نتمسح بهم أو نتبرك بثيابهم أو نتبرك بفضلة طعامهم أو بعرقهم، فهذا كله أيها الأحبة داخل في الشرك. ومن صور الغلو في الصالحين الذهاب إلى قبورهم والتمسح بقبورهم، هذا كله أيها الأحبة من الغلو المذموم. ومن صور الغلو في الصالحين أيها الأحبة هو المبالغة في مديحهم والثناء عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن صور الغلو في الصالحين أن نقدم أقوالهم ومرادهم على قول الله وقول رسوله، وعلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون عدلا في هؤلاء الصالحين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. والسبب الثالث أيها الأحبة الذي تضمنه هذا الحديث الشريف من أسباب الوقوع في الشرك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصوروا تلك الصور. فالتصوير أيها الأحبة هذا سبب من أسباب الشرك، والمراد بالتصوير الذي يكون سببا من أسباب الشرك، بل هو من الشرك، وإن يعني مجرد التصوير شرك، وإن اعتقد مضاهاة الله عز وجل في خلقه، يعني إذا كان يعتقد أنه يحاكي الله عز وجل في خلقه ويضاهيه ويشابهه، فهذا شرك أكبر. والمقصود بذلك أيها الأحبة بالتصوير هو عمل التماثيل أو التصوير باليد. فالتصوير باليد صور بيده ذوات الأرواح أو يعمل تماثيل من ذوات الأرواح، هذا من أسباب الشرك الأكبر، وهو شرك. وإن اعتقد كما أسلفنا أنه يحاكي الله عز وجل ويضاهيه في خلقه
فهذا شرك أكبر. فهذا هو المقصود بالتصوير الذي هو بوابة من أبواب الشرك بالله عز وجل. في حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، يعني دعا عليهم بالإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فهذا الحديث الشريف أيها الأحبة تضمن هذه الأسباب العظيمة التي هي من أسباب الوقوع في الشرك. السبب الأول تعظيم القبور، السبب الثاني الغلو في الصالحين، السبب الثالث التصوير. وضربنا لكل سبب من هذه الأسباب صورا، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يخوضون في هذه الأسباب أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل. الشرك أيها الأحبة أمره عظيم وشأنه كبير، ينبغي للمسلم أن يحذره. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو أمة في التوحيد وكان قانتا حنيفا عن الشرك مائلا عن الشرك يدعو الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يسأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك، ولم يسأل الله الشرك، وإنما سأل الله عز وجل، لم يسأل الله أن يجنبه الشرك، وإنما سأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك وأسباب الشرك. ولهذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فينبغي للمسلم دائما وأبدا أن يحذر الشرك، لأن الشرك خطره عظيم. الشرك كالنجاسة مع الماء، الشرك مع الأعمال الصالحة كالنجاسة مع الماء. إذا وقع البول في الماء الطهور تنجس، كذلك أيضا إذا حصل الشرك فإن الأعمال الصالحة لا تصح، لا تصح منك صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة إلى آخره. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم
أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات الصدقات مع أن نفعها متعد لم تقبل بسبب وجود الكفر بالله عز وجل وبرسوله. فينبغي للمسلم أن يحذر دائما وأبدا الشرك، وأن يكون بمراجعة دائمة لقلبه ولأعماله، لقلبه وسائر جوارحه وبقية أعماله من الأقوال والأفعال، لئلا يقع في الشرك، لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، والتوحيد هو أعظم أمر أطيع الله عز وجل به. أيها الأحبة، الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. وسنضرب صورا للشرك الأكبر، ونضرب أيضا صورا للشرك الأصغر. الشرك الأكبر أيها الأحبة، تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن ضابطه وما هو، واختلفوا كثيرا، وأحسن شيء أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني إذا جعلت المخلوق مساويا للخالق في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، فقد وقعت في الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. وقال الله عز وجل عن المشركين ماذا كانوا يقولون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. حكموا على أنفسهم بالضلال البين الواضح، الانحراف عن الطريق المستقيم، لأنهم جعلوا المخلوق مساويا للخالق. وكما أسلفت أيها الأحبة، أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. في الربوبية يعتقد أن المخلوق يخلق كخلق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الخلق العام الشامل، المخلوق لا يخلق خلقا عاما شاملا، يستطيع أن يخلق هذا الكرسي لكن لا يستطيع أن يخلق سيارة، وإن استطاع أن يخلق السيارة لا يستطيع أن يخلق الثوب، فخلقه محصور إضافي. الذي يخلق الخلق العام الشامل هو الله عز وجل، الذي يدبر التدبير العام الشامل هو الله عز وجل. إذا اعتقد أن المخلوق يدبر كتدبير الله، أو أن المخلوق يدبر دون مشيئة الله ودون إذنه وأمره، فهذا كله أيها الأحبة من الشرك الأكبر. المخلوق يدبر أولاده، يدبر أهله، لكن لا يدبر التدبير العام الشامل. كذلك أيضا لا يدبر إلا بإذن الله ومشيئته وإرادته. إذا اعتقد أن المخلوق يعلم الغيب فهذا من الشرك، صرف خصيصة من خصائص
الخالق للمخلوق. إذا اعتقد أن المخلوق يعلم الغيب المطلق فهذا شرك. إذا اعتقد أنه يعلم الغيب المقيد الإضافي، يعني يعلم الساحر، يعلم مكان الضالة ومكان السحر وسبب المرض، ويعتقد أنه ينفرد بهذا دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. كذلك أيضا أيها الأحبة، الملك الشامل العام هذا لله عز وجل. المخلوق يملك لكن ليس ملكه عاما شاملا، ولا يملك إلا بإذن الله ومشيئته وإرادته. أيضا من صور الشرك أيها الأحبة، كما أسلفنا، الذهاب إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأموات، دعاؤهم، الاستغاثة بهم، سؤالهم إلى آخره، هذا من الشرك الأكبر. أيضا من صور الشرك الأكبر الذهاب إلى الأضرحة والقبور والذبح لها، هذا أيضا شرك أكبر. الذبح للمخلوق على وجه التقرب والتعظيم شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. كذلك أيضا من صور الشرك الأكبر أن يدعو حيا بأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا دعا ميتا سأله تفريج كربة، تنفيس عسرة، سأله منفعة، سأله دفع مضرة، هذا شرك. لكن المخلوق الحي، إذا سأل المخلوق الحي أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. إذا سأله أمرا يقدر عليه ليس شركا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعاكم فأجيبوه. فإذا سأله أن يعطيه الكتاب أو نحو ذلك يقدر عليه، هذا ليس شركا. لكن إذا سأله وهو حي أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا نقول بأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه ساوى المخلوق بالخالق. أيضا من صور الشرك الأكبر دعاء الغائبين. بعض الناس إذا وقع في كربة أو في عسرة تجد أنه يدعو: يا فلان، يا حسين، يا فلان، يستغيث به، هذا كله من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي وسع سمعه كل المسموعات، وسع بصره كل المبصرات. أما المخلوق الضعيف ما يستطيع أنه يسمع إلا من حوله. إذا اعتقدت أنه يستطيع أنه يسمعك وهو في مكان بعيد إلى آخره، في العادة أنه لا يسمع، هنا جعلته مساويا لله سبحانه وتعالى، سويت المخلوق بالخالق. فاتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل. كذلك أيضا من صور الشرك أيها الأحبة أن يحب المخلوق كما يحب الله عز وجل، أن يحب المخلوق كما يحب الله عز وجل. الواجب على المسلم أن يحب إخوانه المسلمين وأن يواليهم، لكن لا يجوز أن يسوي محبة المخلوق بمحبة الخالق. فإذا سوى محبة المخلوق كمحبة بمحبة الخالق وقع في الشرك.
أو أن يخاف من المخلوق كما يخاف من الله سبحانه وتعالى، يسوي بالمحبة ويسوي بالخوف فهذا شرك، أو يخاف من المخلوق أن يصيبه دون مشيئة الله وإرادته، يعني يخاف من المخلوق أن يضره المخلوق دون مشيئة الله وإرادته، فهذا نقول بأنه داخل في الشرك، داخل في الشرك الأكبر. أيضا من صور الشرك الأكبر أن يدعو المخلوق دعاء برغبة ورحبة لا تكون إلا لله عز وجل، لأن الرغبة والرحبة هذه عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. أيضا أن يستغيث بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، لكن إذا استغاث بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق فإن هذا لا يكون داخلا، لا يكون داخلا في الشرك. وأما الشرك الأصغر أيها الأحبة هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا. الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر وجاء في النص في نصوص القرآن والسنة تسميته شركا، وهذا له صور كثيرة، نذكر شيئا من صوره كما ذكرنا شيئا من صور الشرك الأكبر. فمن صور الشرك الأصغر تعليق الخيوط والحجارة، يعلق على نفسه على بدنه خيطا أو خرقة، أو يعلق على أولاده خرق أو حجارة أو خرزات يزعم أنها تدفع الجن، تحمي من الجن، تحمي من العين، تحمي من السحر، هذا كله شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا كله من خرافات الجاهلية. وإن اعتقد أن هذا المعلق ينفع ويضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج من الملة. بعض الناس تجد أنه يعلق على سيارته شيئا من الخرق، أو يعلق على في بيته أو داخل بيته يضع شيئا من رؤوس الحيوانات أو من قرون السباع ونحو ذلك، يريد من هذه أنها تدفع عنه الجن، تدفع السحر، تدفع العين، هذا كله أيها الأحبة من الوقوع في الشرك. كما أسلفنا إذا اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أيضا من صور الشرك الأصغر الغلو في المحبة الشرعية والغلو في المحبة الطبيعية. كما أسلفنا أن محبة الصالحين مشروعة وهي من حقوقهم علينا، لكن الغلو في محبة الصالحين هذه يصيرها شركا. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وغلوت في هذه المحبة، أو أحببت العالم الفلاني وغلوت في هذه المحبة، فإن هذا الغلو ينقله إلى أن يكون شركا، كما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. أيضا الغلو في المحبة الطبيعية، محبة المال لا يلام عليها الإنسان،
لا يلام الإنسان على محبة المال، لكن إذا غلا في محبة المال يحب من أجل المال ويعادي من أجل المال ويفعل المحرم من أجل المال ويترك الواجب من أجل المال، غلا فيه اشرأب قلبه، ترك الواجبات من أجل المال وفعل المحرمات من أجل المال، دخل في الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء. أيضا الغلو في محبة الأولاد، محبة الزوجة، محبة الأولاد ومحبة الزوجة هذا أمر طبيعي ما يلام عليه الإنسان. كون المسلم يحب زوجته، يحب أولاده، يحب أقاربه، لا يلام عليه، هذا أمر فطري، أمر طبعي لا يلام عليه. لكن الذي يلام على ذلك هو أن يغلو في محبة هؤلاء بحيث يقدم مرادهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يطيعهم في معصية الله عز وجل. إذا كان هذا ديدنه، يقدم مرادهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويطيعهم في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا دخل في الشرك. إذا كان هذا منهجه وهذا ديدنه فإنه حينئذ يكون داخلا في الشرك. أيضا أيها الأحبة، من الشرك الرياء، من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أو من صور الشرك الأصغر الرياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء يطرأ على المسلم، الإنسان ضعيف قد يطرأ عليه الرياء، كونه يقوم يعمل العبادة من أجل فلان أو من أجل يتحدث الناس، هذا رياء محض، شرك. وقد يكون الرياء في أثناء العبادة، يعني وهو يصلي أو يقرأ يحسن صلاته من أجل فلان ومن أجل علان إلى آخره، هذا يجب عليه أن يدافع، يجب عليه أن يدافع هذا الرياء. فإن استمر بالمراءة، فإن كانت العبادة آخرها ينبني على أولها فإنها تبطل عليه، مثل الصلاة، مثل الوضوء، مثل الغسل، التيمم، آخره ينبني على أوله. وإن كانت العبادة آخرها لا ينبني على أولها، فما مضى دون مراءة فهو مقبول عند الله عز وجل، وما لحقته المراءة ولم يدافع فهذا باطل مردود. أيضا أيها الأحبة، من صور الشرك الأصغر، من صور الشرك الأصغر أيها الأحبة، طلب البركات، وهذه تحصل عند كثير من المسلمين، يطلب البركة من غير مظانها الشرعية. البركة النفع، جلب المنفعة ودفع المضرة، ما يطلبه المسلم إلا من مظانه الشرعية، من مصادره الشرعية، ومصادره الشرعية القرآن، السنة، التجربة الظاهرة المباشرة، القرآن، السنة، التجربة الظاهرة المباشرة. الآن نشاهد بعض المسلمين يذهب إلى الكعبة ويتمسح بالكعبة، يتمسح بحيطان الكعبة ويمسح على بدنه ويمسح على أولاده، يطلب البركة. هذه ليس هذا بركة. البركة الموجودة في الكعبة قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه البركة الموجودة في الكعبة. أما كونك تتمسح بالكعبة، تمسح بحيطان الكعبة وتمسح على بدنك، هذه حجارة،
لا تنفع ولا تضر. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه أتى إلى الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. من صور الشرك الأصغر طلب البركات من غير مظانها، وكما مثلنا أن بعض الناس يأتي إلى مقام إبراهيم عليه السلام ثم يتمسح به ويمسح على بدنه وعلى أطفاله. البركة الموجودة في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعلى هذا فقس، فلا تأخذ البركة إلا من القرآن أو السنة أو التجربة الظاهرة المباشرة، بمعنى دلت التجارب أن هذا الدواء مفيد فهذا لا بأس أن تتناوله. فإذا دلت التجارب الظاهرة المباشرة أنه مفيد يجلب النفع ويدفع الضر فلا بأس أن تتناوله. أيضا من صور الشرك أيها الأحبة أتيان السحرة والكهنة وسؤالهم عن المرض أو سؤالهم عن مكان السحر أو مكان الضالة أو الضائع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. وإن اعتقد أنهم يعلمون الغيب المطلق أو اعتقد أنهم يعلمون مكان الضائع أو سبب المرض أو مكان الضالة أو مكان السحر وأنهم يستقلون بهذا وأن الشياطين لا تخبرهم وإنما هم يستقلون بهذا، فهذا شرك أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يقينا الشرك صغاره وكباره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم توفنا على التوحيد الخالص والعقيدة الصافية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.